بما إنه, انه احنا ممنوعين من خبز الطحين وما نقدر طبعا احنا ما نستغني عن الخبز فكل يوم راح اسوي لكم طريقه خبز جديده وصحيه بنفس الوقت ثلاث كواب طحين التمن او طحين الرز مع ثلاث كواب مي مع ثلاث ملاعق زيت مع شويه ملح وتحركوها بهذه الطريقة حتى أنا بملعقة خشبية حركتها وبسرعة راح تتكور وياكم بدون أي تعب وغطيتها ربع ساعة ترتاح وبعد ربع ساعة كورتها وطبعا هذا طحين الرز فتحتها بطحين الرز وهم راح اغطيها ربع ساعة ثانية بهذا الشكل وبعدين اكورها بس اضغط عليها شوية هنا وافتحها بالنشابة طبعا تشكلوها بالطريقة اللي انتم تحبوها انا يعني شكلتها بهذا الشكل يعني شكل مو مرتب بس هو طبعا طيب واذا تريدون تسووها بالصحن تخلون عليها صحن وتفتحوها تخلوها قياس مرتب طبعا هي العجينة ما راح تعبكم هي بكل سهولة راح تنفتح وبكل سهولة راح تقدرون تفردوها بهذا الشكل اللي قاعدة أسوي طبعا كلش سهلة وبنفس الوقت كلش طلعت طيبة شوفوا أنا خليت هذا الصحن حتى شوية شكلها يطلع مرتب بهذا الشكل وراح احطها في طاوة الطاوة لازم ما يكون فيها اي دهون لان هي سهلة ما تحتاج اي دهون وكل 15 ثانية تقلبوها هي شوية تاخذ وقت بس بال بالطاوة هنا أنا طبعا كل شيء لازم تغطوه لانها بسرعة تيبس وكل 15 ثانية اقلب بيها لحد ما شوية تنتفخ بهذا الشكل وطبعا طريقه كل سهله وخلصت الكميه تقريبا وانصحكم تسووها لان كلش طيبه طلعت وشوفوها وحطوها بكياس نايلون وفرزوها واكلوها وبالعافيه ويا رب تنفع طريقتي وتجربوها وتعطوني رايكم